المهنة خديت ليها دابا 5 سنين، هذا جيت ليها في 2010. الراجل اللي هو اللي كان في المهنة هنايا هو اللي كان خدام هنايا، ومن اللي ما طراجلي وجات هذه المبادرة قالت لك لا ما تكريها ما تبيعيها جلسي فيها انت. قلت لها دير انا ما غيزعموش عليا، قالت لي لا انت بالعكس انت اللي غيزعموا عليك وانت اللي غيجيو عندك. بديت ما كنعرفش، النهار اللي بديت انا ما كنعرفش فهمتيني، ما كنعرفش، ولكن واحد السيد مسكين الله يكثر خيره هو اللي علمني هل اللي يصلح للصباط هل اللي ما يصلحش. وإلا ما عرفتيش ما تسيريش تقول لي ما عنديش، إلا حشمتي وما بغيتيش تردي قول له ما عنديش هذا اللون. وزائد قال لي راه كلشي راه انت عارفه اللون اللي كيناسب الصباط انا وريته لك. تيجي مسكين عندي لهنا وتقول لي كيفاش تقبطي الشتاء وكيفاش ديري وكيفاش هادي وكيفاش هادي، زعما الله يكثر خيره الصراحه ديال الله. وزيتو ما تعاونوا معايا باش قبطت بلاصتي، قال لي مودي صاحبه راجلنا ما يمكنش راه مرت صاحبنا ما يمكنش نخليوها تبقى مزروقه، اللهم تكون في بلايصتها وسط منا. ولكن داك الشيء بالعكس ما لقيتش داك الشيء اللي دابا هنايا الناس كيبقاو يضحكوا معايا تقول لي نوضي ديري ماكس وديري ديري وجه راجل باش تخدمي، وحيدي الدره وديري الطاقيه وديري الكاسكيطه باش تخدمي، ديري حوايج رجال باش تخدمي، ديري موستاج باش تخدمي. ولكن ما داك الشيء ما منه والو، هما تيهضروا ولكن ديك الهضره ما منها والو. ما كنصورش فيها، بالنسبه لي انا مره ما توكلت تقبل مازال كون الراجل غادي يصور غيصور المعيشه ديالو، بالنسبه لي انا مره ما نصورهاش فهمتيني. هو مسؤوليه الكره الاولاد المعيشه بزاف، الا في الدار شنو غندير؟ ما عندي ما غندير، لا جيت في الدار اش غناكل اش غنشرب باش غنخلص الكره؟ ما عنديش يا بنتي الله غالب. هاد المهنه ما كيزعموش عليا بنتي حتى نعاني، كيحشموا تقول لك انا راجل حشومه نعطي للمراه صباطي. المراه عاوتاني لا مولفه شي واحد كتسيري عنده وكتمشي كتسيري عنده ما كتجيش عندي فهمتيني. ومشيت شكيت من هاد القضيه هذه وقالوا لك لا بلاصتك شديها ما تفرطيش فيها. البارح النهار كامل صورت 100 درهم، اليوم انت جيت ياك جيتي قسمي على كاعنا، اليوم عاوتاني انا قاعده داك السيد صاحب هذا كل قالك ما يجيش عندي فهمتيني. دابا كل قال صاحبه ما غيجيش عندي، راك ملي جات سول على داك هو الاول حتى ما لقاش عاد جا عندي. وهادي هي الحاله اللي كنعيش هنايا انا. يلاه يا ربي نتكافى مع القوت والكرق، انا كنعاود نكررها لك يا ربي نتكافى مع القوت والكرق. غنخلص كرايا ونوكلهم راه انا لاباس عليا. ما عندك ما ديري، وكاريا غير بيت وسط الجيران، ما عنديش حتى دار ولا عندي كاريا غير بيت مع الجيران. بيت كاريا ب 12000 ريال، كاين بعض المرات اللي كنلحقو كاين بعض المرات اللي ما كنلحقش نخلصو. داك النهار مرض ضربني على البرتان كحب، مشيت خديت قال مشيت بغيت ناخذ السير قلت ب 660 ريال خيرت منه. مشيت سولت على دول العرب قلت لهم ودي دول العرب الله يرحم والديكم، قال لي زعت لك حتى الحليب هو اللي شربت. جاب الله عليه الشيف، ربي عارف ما فحال الناس يا ربي راه كيدير هذا، والله ملك الحمد الحمد لله على كل حال. هذه مهنة ديال الحلال، واخا مكرفصة مهنة الحلال خير من مديدية وحشمانة ودايراها فهمتيني، مغطية وجهي ومخلية عيني يبانو وهذا فهمتيني. دابا فهمتيني شنو قصدت لك، ما هذه مهنة شريفة زعما، واخا نعري وجهي واخا يعرفوني الناس ماشي مشكل. أنا هنا نيت كنقول لي العيالات كتسير كنقول لهم أه كنسير، وكنبقى نضحك كنقول لهم أه راه كنسير كنبقى نضحك، عندي عادية علاش الخدمة ماشي عيب؟ الخدمة فهمتي ماشي عيب، مرفوع ديما عانية براسي وديما كنقول الحمد لله على الرزق اللي عطاني الله، ديما تنقول الحمد لله على هاد الرزق اللي عطاني الله سواء قليل سواء كثير. جاب الله جاب الله، هذه سنة الحياة، جاب الله كندي خضيرة وندي الحيمات، ما جابش الله ندي مرة ندي عبيضات ومطيشة ونعمراتي وحنا واكلين. بعض المرات ما كيجبش لا كناكل خبز حرفي واتاي صافي، ونكذب عليك بنتي نقول لك راه يومين كندير الخضره ولا كندير اللحم، ما كايناش كل نهار على قد اللي صورت. هنايا كندوزو مع بعض التقشف والضحك،
صافي هاي مرة مخاصمين مرة مصالحين، مرة كنضحكوا مرة من قريب. هذا هو النهار اللي كندوزو مع هذا كثير شي هذاك راه هو ديما من قرا انا وياه، مرة نضحكوا مرة نتناقروا، مرة يقول لي بحال الولد مرة نقول له انت ولدي، ومرة عاوتاني ملي يشوفني طالع لي الدم يبقى يشد فيا ما كيطلع لك الدم. دابا تخدمي غير صبري، هذا عاوتاني تقول لي دابا تخدمي غير صبري، ايوا يبردوا عليا بديك غير صبري دابا تخدمي وتنرد وضحك عاوتاني ونضحكوا وحنا صابرين معاهم تينو بالله. هذه قصتي وهذه حياتي يا بنتي، هذا الشيء اللي عطاني الله.